مرحبا بكم في موقع ديلي فوركس، نقدم لكم تقريرنا لهذا اليوم الاثنين للأسواق المالية. المعادن الثمينة والملاذات الآمنة من المعادن قوية، في حين أن أسواق الأسهم وعملات السلع في حالة بيع تجنبا للمخاطر. زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي اخترق مجددا فوق مستوى 1.1117، وبناء على ذلك يبدو أكثر تصاعدا. زوج دولار أمريكي أمام الين الياباني سقط بقوة ويقترب من أدنى نقطة منذ 18 شهرا قبل أن يتعافى ويسقط مجددا عند مستوى المقاومة 105.69. زوج جنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي يبقى تصاعديا مع استمراره بالصعود والهبوط بالقرب من مستوى 1.1300. هذا هو تقرير اليوم. باسم طاقم ديلي فوركس نتمنى لكم تجارة موفقة وأسبوعا ناجحا.